معاكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات أيضا أحد نجوم النادي الأهلي إسلام محارب، وكان ليه دور مؤثر جدا خلال هذه البطولة، بطولة الدوري العام. إسلام، برحب بيك وببارك لك طبعا على الفوز بالبطولة في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا برحب بك يا أمير، وبرحب بمشجعين النادي الأهلي طبعا، وبقول لهم ألف مبروك على البطولة، وإن شاء الله بنقعدهم بأفريقيا إن شاء الله السنة دي إن شاء الله. أهمية الاحتفال من وجهة نظرك بعد فوز ببطولة مهمة زي بطولة الدوري، شايف أهمية الاحتفال إيه، وخصوصا إن هي أكيد كانت بطولة صعبة وطويلة على مدار الموسم؟ هي بطولة طبعا صعبة وبتبقى طويلة جدا وبتبقى شاقة، لأن السنة دي المباريات كلها مضغوطة وكده يعني. طبعا أهمية الاحتفال إن احنا بنفرح أسرة النادي الأهلي جميعا، من أعضاء مجلس إدارة وجهاز فني، لعيبة، جماهير، بنبقى مع بعض في اليوم ده، برضو بنفرح بالبطولة اللي احنا تعبنا فيها، فالحمد لله يعني على البطولة دي، وبنحاول إن شاء الله السنة الجاية نعمل موسم أحسن إن شاء الله. قولي أنت، على مدار الموسم يمكن معظم مشاركاتك كانت كبديل، وكنت بتتألق وتقدر تحرز أهداف مهمة بالنسبة للنادي الأهلي في البطولة دي. الأمور بالنسبة لك كنت واخدها إزاي، خصوصا إن أنت بتنزل كبديل، لكن كان الأهم إن أنت بتبقى مؤثر؟ عبد كان بيسعى ان هو كل ما ينزل يبقى مؤثر ويساعد الفرقه، والحمد لله قدرت اعملها بشكل كويس. يعني السنه اللي فاتت دي الحمد لله نزلت كل المباريات اللي نزلتها كبديل، كنت ببقى مؤثر، بجيب اهداف، بعمل اجوال كده، فالحمد لله يعني كان موسم كويس بالنسبه لي. بالنسبه لعدد الدقائق اللي لعبتها فهي كانت عدد دقائق قليله جدا، بس الحمد لله يعني، وان شاء الله السنه دي الواحد بيسعى ان هو يبقى موجود بقوه ويبقى موجود كاس. هتكون موجود اساسي ان شاء الله. ان شاء الله السنه دي هتبقى ان شاء الله مختلفه، وان شاء الله الواحد بيسعى بقوه ان هو يكون موجود اساسي. رسالتك للجمهور الاهلي؟ بقول لهم الف مبروك بطوله الدوري ال40، وان شاء الله بنوعدهم السنه دي نعمل موسم كويس كدوري وافريقيا وكاس ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي.